في خطوة جديدة نحو تصعيد الخلاف، أعلن مسؤولان في الحكومة الإثيوبية أن أول عملية لتوليد الكهرباء من سد النهضة ستبدأ غدا الأحد، وفي الوقت الذي طلب فيه هذان المسؤولان عدم ذكر هويتهما، لم تؤكد أي جهة رسمية هذه الأنباء من قبل السلطات الإثيوبية، في وقت ستعمل هذه الخطوة على إثارة الخلاف بين الحكومة الإثيوبية من جهة وبين مصر والسودان اللتان حضتا مرارا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل. لبحث تداعيات هذا الإجراء والقرار الآن ينضم إلينا من القاهرة وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام. سيد محمد، أهلا وسهلا بك. إذا نتحدث الآن عن تخوفات من دولتا المصب، نتحدث اليوم عن تخوفات المصرية فيما يتعلق بالأمن المائي، فإذا ما استمر هذا التحرك من قبل إثيوبيا، فما هو التخوف الأكبر لدى مصر؟ والأول الحقيقة أنا عايز أذكر السادة المشاهدين والمشاهدات أن مصر والسودان موافقين أصلا على السد من ناحية المبدأ توليد الكهرباء للشعب الأثيوبي. فإحنا حكاية توليد الكهرباء للشعب الأثيوبي سبق الموافقة عليها، وسبق أيضا الموافقة أنه يجب الاتفاق الثلاثي ما بين الثلاث دول على قواعد الملء والتشغيل بما يضمن عدم الإضرار بأي دولة من الدول الثلاث. نعم. الإشكالية الحالية الحقيقة اللي هي تهرب أثيوبيا لأسباب مختلفة من التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل برضا الدول الثلاثة. وسبق اللي احنا وصلنا باتفاقية متكاملة في واشنطن مع خبراء البنك الدولي للملء والتشغيل، وبعدين أثيوبيا لم تحضر يوم التوقيع، ومن ذلك الوقت بقى رحنا الاتحاد الافريقي ورحنا المجلس الامن وخلافه ولم نصل الى حلول، بالرغم من الخلافات في هذا الاطار محدوده للغايه ويمكن حلها بسهوله فاحنا لا نمانع توليد الكهرباء للشعب الاثيوبي، بل بالعكس مصر بتساعد معظم دول حوض النيل لانشاء السدود وتوليد الكهرباء لصالح شعوبها، ولكن احنا نمانع الاضرار بالشعب المصري. ليه؟ الشعب المصري الان الحصه المائيه لا تتجاوز 550 متر مكعب للفرد في السنة، أي حوالي نصف الفقر المائي، وده قريب جدا من دول الخليج ومن الوضع المائي الصعب اللي موجود في الأردن. فإحنا المياه دلوقتي أصبحت مياه الشرب كلها من التحلية، أصبح المياه الرئيسية دلوقتي من إعادة الاستخدام حوالي 3 أو 4 مرات مختلفة، إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي والصرف الصناعي، فالوضع صعب للغاية لا يحتمل أي إضرار في الحصة المائية للدولة. نصيب الفرد في أثيوبيا أكثر من 1500 و2000 متر مكعب. أنا أود حضرتك مثال بسيط، إن عندهم الثروة الحيوانية بتاخد مية قد نصيب مصر والسودان معا من نهر النيل، حوالي 84 مليار متر مكعب في السنة الواحدة. فالأمر الحقيقة أنا شايفه اللي إحنا بنصعبه بدون أسباب، الناس عندهم مياه كافية، احنا ما عندناش اي مانع من توليد الكهرباء ورفاهيه الشعب الاثيوبي. نعم. ولكن الحكومه الاثيوبيه الحقيقه ليس لها الاراده السياسيه الكافيه للتوصل لتوافق يضمن حقوق جميع الاطراف ويحقق النهضه والنمو للشعب الاثيوبي للاسف الشديد نعم، اذا لا خلاف على المبدا هنا كما تفضلت، ولكن التخوف الان او لربما نقطه الخلاف الاساسيه والجوهريه هي التحرك من قبل اثيوبيا بشكل احادي دون الاتفاق مع دولتي المصب فيما يتعلق بملء السد وتشغيله تباعا. الان كيف يمكن التحرك من جانب مصر وها هي تبدا اثيوبيا يوم غد بانتاج توليد الكهرباء؟ والله يعني احنا زي ما قلت لحضرتك برضه، حتى لو توليد الكهرباء هو دلوقتي المخزن في سد النهضه لا يتجاوز 8 مليار متر مكعب، والمفروض ان هذه المياه كانت كافيه لتوليد الكهرباء من التربينتين، في 2 تربينه بيشتغلوا على حاجه بيسموها ارتفاع الضغط المنخفض عشان يقدروا يشتغلوا عليها، ولكن التربينتين ما كانوش مظبوطين لغايه احنا يعني الكلام ده انا اعرف ان هم لسه ما صلحوش حتى، ولكن اثيوبيا بتقول ان هم بقى في احسن حال حاليا وهيشتغلوا. جايز الكلام ده صح، لا نعلم الصح من الخطا لان لم يصدر بيان حكومي حوالينهم، ولكن توليد الكهرباء من التربينات المنخفضه هيستخدم المخزون الحالي اللي هم عندهم في السد بدون الاضرار بمصر والسودان.
اللي احنا بنتكلم عليه الحقيقه عدم تعليق الجزء الاوسط من السد الا بعد التوصل الاتفاق، والاتفاق ده قد لا يستغرق اسابيع في التوصل اليه اذا صدقت النوايا. ولكن إذن هذه الجزئيه الحاليه سيد محمد لن تضر مباشره بمصر والسودان كما تفضلت حتى تتضح الصوره اكثر. بالضبط يا فندم، لان دوت استخدام لكميه المخزون المتاح حاليا بعد الميد الاول والثاني، فده مش هيضر مصر ولا السودان، يعني مش هياخدوا ميه زياده، انما اللي هيضر لو هم علوا كمان السد وابتدوا يملوا ملي تاني، وده نرجو ان ما يتمش بدون الوصول لاتفاق ما بين مصر والسودان، وده ممكن ان هو يسحب المنطقه بالكامل يعني. اذا هل من بوادر للتحرك قبل الوصول الى هذه المرحله الثانيه؟ حتى الان كما تفضلت لا يوجد اتفاق واضح، لا توجد اراده سياسيه فيما يتعلق بالاتفاق من ناحيه اثيوبيا، حتى الان لسنا في مرحله الخطر فيما يتعلق بالاضرار المترتبه، ولكن التخوف من المرحله المقبله، فهل من بوادر لربما للحوار والحديث بين الدول الثلاثه؟ والله نرجو ذلك، ولكن حتى الآن التصريحات الأثيوبية في رأيي الشخصي غير مسؤولة، وحتى الآن يعني لا يخرج حتى المسؤولين الكبار إن هم يتكلموا عن بعض الحلول للمشاكل الواقعية بيننا وبينهم، رغم إن ممكن أوي يبقى فيه حلول لهذه المشاكل إذا أخلصنا النوايا، يعني حتى ممكن إنقاذ الفواقد اللي موجودة في جنوب أثيوبيا، ودي عديدة، ممكن إن يحصل فيه استقطاب للفواقد وزيادة أراضي النهر لصالحهم بحيث انها تحل اي مشكله مائيه، ولكن ما فيش نيه حقيقيه سياسيه للتوصل لاتفاق، الهدف الاساسي شويه اعلام داخلي عشان يلهي عن المشاكل القائمه عندهم يعني. في متابعه هذا الملف اولا باول، شكرا جزيلا لك سيد محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائيه والري المصري الاسبق، كنت معنا مباشره من القاهره.